هو شوف، هو أكبر، قلت من قبل معلش أكبر بالتذكير فقط، لأن بدأنا نشوف وأنا شاهد على ذلك. يعني كنت من القائمين الأولين اللي خدموا مع توفيق، يعني ما أنا مش يعني مش اللي سمعوا به، ولكن خدمت معه من هرجة من أول يوم. يعني صدمت في بعض الأمور بتاع العمل، صدمت بأتم معنى الكلمة. مثلا في قتل بضياف، لأني كنت في الحقيقة في هذا الموضوع مقاس بشكل خاص جدا، لأنه كان أخي ضابط في الأمن الرئاسي، كان من الموقوفين، فنعرف الموضوع جدا بكل التفاصيل. ونقول لك أنه بعد قناعتي، بعد ما شفت، أشهد أنه توفيق خائن، وما كانش الجزائر عمرها ما عرفت خائن كما توفيق، لأنه لولا الأمور اللي قام بها ما كانش الجزائر توصل للمواصل اللي رانا فيها. هو جعل من الموضوع المديرية نتاعو، جعل من موضوع الكرسي نتاعو في المديرية أو ترأسه للمديرية أمر شخصي، ما حبش يخلي، ما خلش يعني يدن عليه أي شخص، فقتل الكثير، قتل محمد العماري، قتل إسماعيل العماري، سعيد فوضيل، قتل وحاليا يعني في 2019 هل فعلا كان فيه مخطط تآمري من طرف سعيد بوتفليقة والفريق توفيق مدين وأيضا جنرال طرطاش؟ صحيح، وآخرون ربما يعني في القائمة. صحيح صحيح صحيح، القائمة قوية جدا، التقاوا بأطراف خارجية، كان أطراف ذكرت وأطراف لم تذكر كذلك لأسباب، ولكن الخيانة يعني واقع عليهم. أما بالنسبة لما يخص لويزا حنون، يمكن نقول لك يعني بشهادة كذلك أنها يعني كانت من 1989 أصبحت هي العميل نتاع توفيق الخاص، فمن 89 تعمل لصالح توفيق شخصيا، وكان يعني كان يعطي لها عدة حوافز، وكان يشجعها باش تكون مثلا تتقدم للرئاسيات، لا لشيء إنما باش تدي الأموال وكذا وكذا. فالخيانة نتاعها يعني الله أكبر يعني ثابتة على كل حال.